السائل يقول: أنا من بلاد كافرة وأمه كافرة، يقول: كيف أعاملها وأتعامل معها؟ ما نصيحتكم لي في هذا؟ أكرمها وبر بها ولو كانت كافرة. الله جل وعلا أمر ببر الوالدين ولو كانوا كفارا، لكن لا تطيعهما في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالوالد له حق وإن كان كافرا، يبر به ويحسن إليه. نعم.